التشييك كل شيء تمام عندكم يا شباب، نشيك مرة ثانية. Good luck, good luck. مشغل تقنية الفار في الاتحاد السعودي لكرة القدم. طبعا طبيعة عملي هنا أي حالة تصير داخل الملعب إني أسجلها بشكل كامل وأرفعها في تقرير للجنة الرئيسية. نحن هنا لنسيطر على كل شيء يجري في أرضية ملعب المباراة. المصرح لهم دخول غرفة الفار هم عبارة عن مشغلين من شركة هوكاي، عبارة عن مشغلين معتمدين من الأيفاب مجلس تشريعي لكرة القدم. وبرضه حكم، سواء يكون حكم دولي او اجنبي، احنا نسميه حكم اجنبي، والمساعد حقه يكون حكم سعودي. فعباره طبعا تقدر تضيف لين 5، وتقدر تضيف معهم مغيم حكام او مغيم تقنيه فار. احنا بالنسبه لنا في السعوديه هنا اقيمت تقريبا فوق الاربع دورات للحكام السعوديين، تم اعتماد 44 حكم، 20 حكم ساحه و24 حكم مساعد. وقت ما تبدا المباراه من البروتوكول العام لتقنيه الفار ما حد يقدر يدخل غرفه تقنيه الفار هذه، لان من ضمن البروتوكول ممنوع. انا باجي قبل المباراه 8 ساعات للتحضير للمباراه، بننسق مع التلفزيون، بناخذ الكاميرا بلان، اقل كاميرا بلان بناخذها 12 كاميرا، ونوصل ل 26 كاميرا في الدوري السعودي في المباريات السوبر. ناخذ هاي الكاميرات منهم، بنوصل النظام تبعنا بالكوابل بيننا وبين عربه التلفزيون. اسلاكنا ممدوده لغرفه الفار خام، ما تتدخل لا في مخرج ولا باي مصور ولا باي حاجه، فناخذها دايركت على غرفه الفار. طبعا احنا عندنا بيننا تواصل بين غرفه الفار والمخرج، يقدر المخرج ياخذ من عندنا كذا حاله، بالذات اللقطات او الحالات اللي تكون خارجه على السكرين الشاشه اللي داخل الملعب، فبامكان المخرج ياخذها ويطلعها للمشاهدين. يعني قبل المباراه بساعتين ونص ثلاثه بيجوا الحكام، بنجلس مع بعض، بنناقش خطه العمل، كيف بدنا انا وياه نشتغل. في حال تواجد أي حالة تحكيمية واضحة، نقوم بمساعدة حكم الساحة لمراجعة القرار بشأنها. نتولى مراجعتها لأكثر من مرة، نجد الزاوية المناسبة للقطة بمساعدة التقنيين المساعدين، وندعم حكم الساحة لاتخاذ قرار صائب. نقترح عليه أن يعيد النظر في القرار من خلال الاطلاع على الشاشة الموجودة في الملعب، فيقوم هو بدوره بالإشارة إلى حاجته للجوء لتقنية الفيديو. نقوم بعرض الحالة، لكن القرار النهائي يعود لحكم الساحة فقط. أحياناً يحدث العكس، أن يطلب من الحكم أن يراجع لقطة لمساعدته في اتخاذ القرار الصحيح، والقرار الأخير يرجع له. لا يحق للاعبين طلب اللجوء إلى تقنية الفار، ولا يسمح كذلك للمدربين بذلك، فقط حكم الساحة. طبعاً أنت لو تلاحظ هنا في شاشة المتابعة هذه بتتقسم لعنده، يقدر يحط له 4 شاشات، شاشتين، شاشة واحدة. فهذه ربط ما بين غرفة الفار وشاشة المتابعة عن طريق هذه الشاشة اللي في الملعب. احنا طبعا عندنا النظام هون، الكاميرا بتكون لايف المباراة، وهذه الشاشات بتكون البروجرام اللي موجودة على التلفزيون. فاحنا طبعا نكون نتفرج احنا على المباراة لايف. احنا عندنا النظام بيكون 3 ثواني، يعني 3 ثواني ديليد متأخر، فبحيث انه اذا صارت اي لقطة على المباشر خلال 3 ثواني احنا بنشوفها، انا والحكم نتناقش، بنقرر احسن زاويه ونتاكد من الحاله. طبعا الحكم هنا ينشغل في بعض الحالات يراجعها، انا مطلوب مني اتابع اللعبه بالبث المباشر الين توقف الحاله. طبعا الموسم هذا طبعا كان عندنا الموسم الماضي 8 كاميرات كحد اقصى. بعد وصول الاستاذ ياسر مسحر رئيس مجلس اداره الاتحاد السعودي، طلب تطوير تقنيه الفار.
الان عندنا اقل شيء تكون 12 كاميرا، طبعا هي توصل في جميع المباريات من 16 لين 24، ولكن كحد اقصى هي 12 كاميرا، بالاضافه الى خطوط التسلل، هذه تو اضافه السنه طبعا على جميع مباريات دوري كاس الامير محمد بن سلمان. تقنيه الفار بطبيعتها تقنيه حديثه، عمرها من سنتين لثلاث سنوات، وفيها عنصر بشري. فالعنصر البشري متى ما تواجد في اي حاله ف 100% بتكون في خطا، ولا يعني ممكن تكون في اخطاء.